طبعا اكيد هو بدا يستشعر الحرق، وعايز افكر الساده المشاهدين بلقطه حصلت في ماتش موزمبيق بعد الهدف الثاني، لما كلنا شفنا فيتوريا ماسك الفوطه وبدا ينشف وشه، رغم ان هو ما كانش عرقان، بس هي كانت حركه يعني عارف اللي هي ايه، حركه لا اراديه منه وضحت ان هو اتوتر. طبعا هو واضح جدا جدا من كلامه حتى في المؤتمر ان هو بيشحن اللعيبه لمباراه غانا بشكل مختلف، وان فعلا ما فيش مجال للتهاون خلاص، لان الفريق فعلا هتتكلم هذا ان بطوله كاس الامم الافريقيه بعد تحولها ل 24 منتخب دور المجموعات ده بالنسبه لك دور سهل، مش صعب. يعني اصلا المفروض البطوله تبدا صعوبتها من دور الثمانيه، حتى مش من دور 16. يعني احنا اصلا بدري قوي احنا حاطين بدري قوي على الزنقه دي في حزب بيرما بصراحه، بدري جدا جدا. فطبعا اكيد هو بيقول لهم اكيد يعني ان احنا ما فيش مجال خلاص، وهو طبعا الدور بتاعه عشان برضه احنا واضحين كل واحد يشوف ديسكريبشن، يعني هو مهمته انه يحط افضل تشكيل ويودي المهاجمين باكبر عدد من الهجمات على مرمى المنافس ويقلل من عدد الهجمات على مرمانا. هو ده مهمه المدير الثاني في التكتيك بتاعه، التنفيذ ده من اللعيبه. صح. فاحنا ان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله يا رب يكون هو ذاكر كويس وعالج اخطائه، ونشوف ده النهارده باذن الله. طب نتكلم عن تصريحاته. امبارح في المؤتمر الصحفي قال انه مش هيبص لتاريخ المباريات السابقه ما بين مصر وغانا لان كل فريق بيتطور. تفتكر ده معناه ايه؟ او بتفسره ازاي؟ تصريح تقليدي جدا. اكيد طبعا المباراه ما لهاش اي علاقه بال يعني بالهيستوري ولا بتاريخ اي او النوستالجيا ما بين المنتخبين مليون في الميه. ماتش النهارده اكيد ماتش منفصل تماما، وماتش هو لازم ياخده ماتش لوحده. وعايز اقول لك برضه حاجه، ان هو برضه لازم طبعا هيبص على ماتش غانا وكاف فيردي، لان كاف فيردي او الراس الاخضر يعني عمر المنتخب الغاني وخطفوه في 93 زي ما بنقول بشكل غير متوقع برضو. عايز اقول لك النهارده منتخب غانا لو في تغييرين لو عملهم هنشوف فريق مختلف تماما عن السنه اللي شفناه قدام كاف فيردي. واحد مع عوده محمد قدوس اللاعب الغني، طبعا لاعب مهم جدا جدا في خط الوسط، هو كان مصاب وما لعبش الماتش الاول. لو النهارده بدا هنشوف خط وسط مختلف تماما لمنتخب غانا.